عندي سؤال تاني برضو عجيب مهم. هو صندوق النقد عدو ولا حبيب؟ أظن مفيش أتفه من اللي أنا يعني بعبر بيه، بحاول بس أبسط المسألة. هو صندوق النقد ده عدو ولا حبيب؟ يعني ده حد عايز مصلحتنا ولا عايز يضرنا؟ لأنه الحوار في الفترة اللي فاتت في مصر عن هذا الأمر، وملخص بسيط، أنت عامل اتفاق مع الصندوق بثلاثة مليار، قلت هنعمله على أقساط على أساس في إصلاحات اقتصادية معينة والآخر وكل الكلام ده. هل الصندوق عدو؟ هل الصندوق عايزك تفشل؟ هل الصندوق بيكرهك؟ هل الصندوق حاطط مصر في دماغه؟ طيب خليني أقول لحضراتكم المشكلة. الصندوق بيقول يا جماعة انتوا اتفقتوا معانا على حاجات معينة تعملوها، هذه الحاجات اللي انتوا اتفقتوا عليها معانا هي اساس ان انا اديكوا التسهيلات. وارجع تاني واشرح للناس كلها اللي بتقول ايه يعني التلاتة مليار دولار، لا هي مش قضية التلاتة مليار دولار، هو انه في دول كثيرة مستعدة تديك معونات ومستعدة تدخل تستثمر عندك، ولكن مستنية إشارة خضراء من الصندوق. دي صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مديرة الصندوق. وحضراتكم أنا من 7-8 شهور قلت لكم إن الموضوع فيه 3 حاجات بسيطة جداً. قال لك الدولة تخرج من يعني ملكيتها للاقتصاد، انه يبقى يعني العملة تبقى السعر بتاعها مرن، انه ترفعوا الفايدة علشان تقدروا تجبحوا التضخم، ان حضرتك تبيع بعض من الممتلكات اللي عندك اللي موجود. ده الطلبات كانت واضحة جدا. ده اللي الصندوق بيقول. مصر بتقول ايه؟ مصر بتقول انه يا جماعة احنا اتفقنا. وعلى فكرة النهاردة تونس قالت نفس الكلام، ايوة يا جماعة احنا اتفقنا، بس احنا في وضع اجتماعي لازم ناخد بالنا منه، انه احنا بننفذ بنلقى لا احنا ممكن نضر الناس جدا، وهي الناس مضرورة فعلا، الناس تحت ضرر فعلا حقيقة، فأنا ما أقدرش أدوس عليهم أكتر من كده، يعني ما أقدرش أضرهم أكتر من كده. أيوة أنا اتفقت.